يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع من بعض المسلمين خاصة في التلفاز والإذاعة إذا جاوزت الساعة 12 ليلة، نعم يقول نسمع من بعض المسلمين خاصة في التلفاز والإذاعة إذا جاوزت الساعة 12 ليلة يقولون الواحدة فجرا وهكذا، هل هذا الكلام صحيح شرعا؟ هذا فجرهم هم، ما فجر الله وما يظهر إلا ظهور الصبح. نعم.